بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة مورا سوفت. أنا سمير جمال. إن شاء الله ده الدرس رقم 14 من كورس إنشاء برنامج المستشفيات بلغة الـ PHP مع استخدام فريمورك لارافيل. درس النهاردة إن شاء الله هو هنتكلم على موضوع الخدمات اللي المستشفى بتقدمها. زي ايه؟ هيكون في عندنا حاجة اسمها خدمات مفردة، اللي هي خدمة واحدة بس، زي هو مثلا زي كشف اخصائي، كشف مثلا استشاري، قياس ضغط الدم، حاجات زي كده. طيب هيكون عندنا حاجة تانية اسمها خدمات او مجموعة خدمات. يعني ايه مجموعة خدمات؟ نفرض على سبيل المثال في وقت من الاوقات المستشفى عايزة تعمل اوفر او عايزة تعمل عرض على باكج معينة. يعني نفترض على سبيل المثال مثلا المستشفى في القسم، يعني نتكلم بشكل واقعي اكتر، في قسم مثلا الاسنان. احيانا بيكون قسم الاسنان بيجوا في وقت من الاوقات كده يقولك احنا هنعمل باكج عليها عرض. يعني ايه؟ تعمل تقويم وتعمل مش عارف مثلا تنظيف وتعمل معرفش تبييض الاسنان وتعمل كذا وتعمل كذا، كل ده بألف جنيه. فانا عايز دلوقتي في وقت من الاوقات ان انا يكون عندي حاجه اسمها مجموعه خدمات زي باكج معينه كده، اسميها مثلا عرض مثلا تقويم الاسنان. وعرض تقويم الاسنان ده هيكون فيه عباره عن خدمات جوه، بمعنى عشان لما يجي الشخص اللي على استقباله هو عايز يعمل خدمه، فيجي له شخص يقول له سلام عليكم، لو سمحت انا عندي دلوقتي عرض وشايف ان انتوا عندكم عرض وعايز استخدم العرض ده. فهو اول دايركت ما يقول عرض مثلا تقويم الاسنان، دايركت على طول تنزل له الخدمات اللي في عرض تقويم الاسنان باسعارها بالباكج كامله لو عليها خصومات او الكلام ده كله. زائد ان هيكون عندنا حاجه تانية، خدمه الاسعاف وخدمه مكالمات الاسعاف، ده هتنتكلم فيها ان شاء الله في الدروس الجايه. طيب في البدايه الاول تعالى نفتح البروجكت بتاعنا كده ونشوف. طبعا كان في برضو مشكلة يمكن نوليها بعد الاشخاص كلموني على الخاص، ودي طبعا بتكون سهو مني ان انا نسيت في جزئية معينة في الدرس اللي فات في عملية الدكتور، نسيت بس جزئية بسيطة كده، هنجربها مع بعض عشان نشوف حلها ايه او مشكلتها هي. طبعا كل ده في الاول وفي الاخر هي عبارة عن نسيان ليس الا يعني. طيب خليني دلوقتي هروح على دكتور، نروح على قائمة الاطباء ونحاول ان احنا نضيف طبيب جديد ونشوف ايه اللي هيحصل معانا، المشكلة اللي ممكن تقابلنا ايه. طيب خلينا بس احذف الاسم ده ايا كان، يعني خلينا يعني نحذف سمير عشان انا عايز اضيفه بنفس الاسم يعني ايا كان. يعني هنا دلوقتي هروح ان انا اضيف طبيب جديد عادي اهوت. تعال نشوف إضافة طبيب، قلت له مثلا الطبيب ده اسمه سمير جمال وليكن، ورقم تليفونه أي رقم، والتخصص بتاعه، ومواعيده السبت والحد، ورفعت له أي صورة ما أيا كان، وعملت تأكيد. طيب لاحظ حاجة ظهرت معاك هنا. ايه هي الحاجة اللي ظهرت معاك؟ أول حاجة بيقول لك إن في ايرور، بيقول لك insert into doctor translation. أنا عندي في مشكلة في الدكتور ترانسليشن، في حاجة اسمها اللوكالي أنا مش عارفها، النيم والكلام ده كله، أحل المشكلة ديت إزاي؟ وحتى كمان هو بيقول لي هو مش عارف كولوم اسمه appointments، هو مش عارفه. طيب تعالى كده نروح نضغط على الآب، نروح على الريبوستري، نروح على الدكتورز، نروح على الدكتور ريبوستري، نشوف كده كود الابديت، الكود الايه الاسطور. هذا كود الاسطور اهوت، ده كود الحفظ. اول حاجه هو يحفظ في الجدول الاولاني الايميل والباسورد والستيتس. طيب تعالى كده نفتح التيبل بتاعنا عشان يعني ايه تبقى الامور واضحه لك شويه. نفتح كده يعني ندخل على الدكتور اهوت واحدة واحدة، ندخل على الدكتور. احنا عندنا الدكتور الايميل والباسورد ماشي، وبعد كده الفون والستيتس والسكشن. ادا الايميل، ادا الباسورد، ادا السكشن، ادا الفون، ادا الستيتس، ادا اول جدول. كلام جميل لغاية الان، احنا حلوين وشطار وزي الفل. اول جدول هو تمام ضغط فيه. طيب الخطوة التانية لو رجعنا هنا للجدول التاني، حلو قوي. الجدول الثاني في عندي اللوكالي اي ار والاي ان والدكتور اي دي، كلام جميل. طيب سؤال بسيط جدا هتساله لنفسك، هو دلوقتي انا
كنت لو تتذكر في الدروس السابقة كنت احنا حاطين حاجة هنا اسمها appointments اللي هي المواعيد، فبالتالي ما عادش عندي مواعيد، فإذا دي أول حاجة هتتشال من هنا. طيب أدي أول واحدة. طيب إذا المواعيد هتتحط فين؟ يعني كده المواعيد هتتحط فين؟ الله ينور عليك، هتتحط هنا في ال appointment doctor. اه هتتحط هنا. طيب احط الجزئية دي ازاي او اعمل الجزئية دي بمنتهى السهولة؟ طبعا يمكن انا شرحت الجزئية ديت قبل كده في كورس المدارس، وبرضو مع ذلك نشرحها في كورس الفواتير المستشفيات. طيب بعد ما نفذ في الجدول الاول نفذ في الجدول الثاني، انا عايزه ينفذ فين؟ في الجدول الثالث. اهو بمنتهى البساطة والسهولة بقول له دكتورز appointments اللي هي دكتور appointments اللي هي ايه؟ دكتور appointments اللي هي العلاقة بتاعتك اللي انت عاملها فين؟ عاملها في جدول الدكتور اهو. تعال برضو انا بحب اذكرك، ادا الابويمنت كان فين؟ كان في الدكتور، احنا كنا عاملينها العلاقة بتاعتنا اللي هي علاقة الميني تو ميني. الله ينور عليك. بقول له appointments attach لو سمحت خد لي الريكوست اللي جاي لك من الايه؟ من الابويمنتس. كلام جميل لغاية الان، احنا تمام وزي الفل. تعال نعمل ريفرش ونجرب، نقول بسم الله، نيجي هنا نقول له سمير جمال واي رقم، وهنا اختار السبت الحد الاثنين التلات، ونرفع له اي صورة ونجرب نشوف هل ممكن يحصل معانا خطأ تاني ولا لا. على طول حفظ معايا وكل شيء تمام لغاية الان، احنا تمام وزي الفل. يعني اذا دلوقتي المفروض ايه اللي عمله؟ هو حفظ في الجدول الاول، وبعد كده حفظ الجدول الثاني، وبعد كده راح رايح حاطط العلاقه بتاعه الميني تو ميني في الجدول الثالث. حلو قوي كده، احنا استخدمنا الاتاتش. طيب حلو قوي، في عمليه الابديت نفس القصه. في عمليه الابديت بتاعه الدكتور هنا انا بقى مش هحط اتاتش، امال هحط ايه؟ الله ينور عليك، هحط حاجه اسمها السينك. طبعا احنا اتعلمناها قبل كده برضو في الكورس بتاع المدارس دي، احنا كنا عاملينها على فكرة في الدرس السابق اهوت، ان احنا كنا قايلين الدكتور دكتورز ابايمنتس سينك، يعني اعمل حتى كمان انا اعمل لك ايه؟ ابديت باي في التيبل. تعالى هنا كده نقول له ناخد الكومنتس ديت عشان لما ارفع لك على الجيت هاب تبقى انت عارف، تبقى عارف كل كود ده بتاع ايه. انسيرت باي في التيبل اهو. كده بالنسبة لنا موضوع الدكتور خلص وما فيش أي مشكلة فيه. تعالى كده برضو لو روحنا على سمير وقلنا له لو سمحت احنا عايزين تعديل اهوت، قلت له سمير لو سمحت عدل لي السبت والحد، خليه لي السبت والحد بس وأي تعديلات، قلت له موافق تمام. لو جه راجع هلاقيه عندي بقى السبت والحد. طيب بالمناسبه كمان برضو في بعض الاخوه اللي موجودين معانا في الكورس اقترحوا عندنا موضوع الاقتراح، يعني اقتراح جميل جدا، وانا يعني سعيد جدا بمشاركات الناس، ولو في اي اكواد ممكن احنا نسهل عليها اكيد انت بتستفاد مني وانا طبيعي ان انا بستفاد منك. فده كان كود السلكت، بحيث ان احنا طبعا كنا بنعمل تكرار الاول، لا الكود ده ما يمنع للتكرار خالص، وبقى بيجيب لي الايام ومعمول عليها التشيك وموجود الكود لما ارفعه لك على الجيت هاب. طيب هنا النهارده اللي احنا هنعمله ايه؟ احنا النهارده اول حاجه هنظبط السايد بار او المين سايد بار ديت، هنظبطها هنخلي ديت الخدمات، ونبقى الخدمات المفرده خدمات كذا خدمات كذا الكلام ده كله. طيب اول حاجه هعملها هروح على resource، هروح على الفيو الداشبورد، هروح على اللي اوتس، عندي حاجه اسمها ايه؟ مين سايد بار. كلام جميل، ادا المين سايد بار بتاعتنا. اول حاجه يعني انا عايز بس اختصر عشان الوقت كله ليس الا، لان النهارده احنا هنعمل ابديت وانسرت وديليت، فعايزين نختصر الوقت شويه وموضوع الترجمات والحاجات دي. طيب هنروح هنا على اللي اوتس، نروح على المين سايد بار تمام، في المين سايد بار ناخد ايه؟ الجزئية الاولى ديت اللي هي من اول ال اي هنا كده. طيب انا عملت دلوقتي،
عملت 3 حاجات. اول حاجة طبعا عملت ترجمات، هنا عندي حاجة اسمها سينجل سيرفيس، وعندي حاجة اسمها جروب سيرفيس، وعندي حاجة اسمها الانشورنس اللي هي التأمين، والامبولانس والامبولانس كولز. تمام. تعالى كده نعمل ريفريش ونشوف. طبعا مش هيظهر حاجة لان موضوع الترجمة مش انا ما ضفتش الترجمات الجديدة، فطبيعي ان هو ما يظهرش معايا اي حاجة. طيب يعني اول حاجة بيقول لي ان في عندك سيرفيس مش موجودة. حاضر، انا هشيل بس الجزئية ديت عشان ما ايه ما يعمليش كونفليكت كده ويسبب لي مشكلة. اهي عم بعدين نبقى نكتبها دلوقتي. تعالى كده لو عملنا ريفريش تاني، انا بس ايه مش عايز ان هو يعمل لي مشاكل، بس ايه لغايه بس ما ادخل في البيانات. حلو قوي. اول حاجه هنا يعني ما جابش لي البيانات بتاعتي بشكل صحيح، فبناء عليه ان احنا ايه هنرجع نجيب الترجمات بتاعتنا. طيب خلينا الاول اول حاجه نروح على البروجكت بتاعنا. انا دايما بحب ابقى شغال والترجمات معايا عشان بس ايه الناس تبقى عارفه انا شغال فين يعني. طيب نفتح البروجكت بتاعنا التاني اللي احنا شغالين عليه. طبعا بعض الناس يعني سألتني باشمهندس انت ليه بتشتغل على 2 بروجكت يعني او كده. انا بس الفكرة ان انا بجهز لك الاكواد بحيث بس ايه ما تاخدش وقت مني وانا شغال يعني، بس دي الفكرة. لكن انت المفروض ان بالنسبة لك لازم تكون عارف كل الاكواد اللي انا بكتبها ديت، لان عشان انا اكتب الكود قدامك ياخد وقت طويل جدا مني، وفي نفس الوقت كده كده اوريدي الكود بيبقى موجود معاك على الجيت هاب بعد كل فيديو، يعني انت مش محتاج موضوع الاكواد. وطبعا الحمد لله انا بشرح لك كل كود بيتكتب، يعني مفيش انا كود يعني بكتبه وخلاص، لا انا بكتبه وبشرح لك ايه الكود اللي انا كتبته ده يعني. طيب انا عندي المين ترانس عندي 2 فيهم، اتاكد بس انا واحد فيهم. لا يبقى احنا هنحذف المين ترانس ده عشان انا مش محتاجه، وناخد المين ترانس ده نحطه هنا. تمام، اعتقد ان شاء الله الترجمة هتنقل معايا بشكل صحيح. طيب تمام، عندي حاجة هنا اسمها الخدمات اهيت، بقى عندي حاجة اسمها خدمة مفردة، مجموعة خدمات اللي احنا قلنا عليها، شركات التأمين ان شاء الله هنتكلم فيها قدام، والاسعاف ومكالمات الاسعاف. دي خدمات موجودة هتكون موجودة معانا في البروجكت بتاعنا. وطبعا في الاول وفي الاخر انا قلت لك قبل اي شيء، انت لما بتحب تهندل البروجكت بتاعك بتهندله بالشكل اللي انت عايزه بالشكل اللي يريحك انت، بس انا بديك حاجة معينة وانت لك حرية الاختيار بعدين. طيب في البداية احنا النهاردة هنشتغل على الخدمات المفردة اللي هي خدمة عادية، خدمة واحدة بس يعني، كشف اخصائي، كشف استشاري، قياس ضغط الدم، حاجات هي خدمة بتقدمها في المستشفى لما تروح تكشف يعني. طيب الاول عشان نعملها نعمل ايه؟ خلينا بس نقفل كل الكلام ده، نقفل كل الحاجات دي ونبدأ. الاول حاجة نعملها ان احنا ننشئ التيبلز بتاعنا. كلام جميل، ادي اول تيبل. قلت له ايه؟ قلت له بي اتش بي ارتزان ميك مايجريشن، لو سمحت انا عايزك تعمل لي كرييت اسمه سيرفيس وتعمل لي عليه كرييت. ادي اول تيبل. طيب بما انك بقيت محترف فالموضوع عندك بقى عادي خالص. المفروض عندي التيبل الثاني ان انا بعمل له ايه، الله ينور عليك، بعمل له ترانسليشن. طيب نعمل كنترول سي عشان يبقى سريع شويه. طيب لو جينا نروح على الداتابيز مايجريشن، هلاقي عندي الاتنين تيبلز المفروض يكونوا نزلوا. ثواني، طيب المفروض يكون كده كرييت. طيب نعمل بس اتاتش لان احيانا انا عندي من كتر ما انا بشتغل على الانترنت اكسبلورر اللي هو ال بي اتش بي ستورم كود بيعمل ايه معايا احيانا كونفليكت في الكلام ده كله. اهوت هو انشاهم اهوت. طيب حلو قوي، انشاهم هنا اهوت. انشا اول تيبل ده اسمه سيرفيس، وانشا تيبل التاني اسمه سيرفيس ترانسليشن. حلو قوي، ايه اللي هيبقى موجود في السيرفيس واللي موجود في السيرفيس ترانسليشن؟ تعالى كده نقفل كل الكلام ده وناخد المكتوب بتاعنا بشكل سريع كده شويه. واحدة واحدة، أول حاجة هيكون عندي الـ ID.
حلو أوي، هيكون عندي برايس، عندي السعر. أنا عندي الخدمة هتكون مثلا على سبيل المثال السعر بتاع الخدمة، وممكن حتى السعر كمان بلاش نعمله ديسمنال، احنا ممكن نعمله بلاش نعمله انتجر، ممكن نعمله ديسمنال. يعني ممكن احنا نعمله ديسمنال افضل. بيقول لي التوتال بتاعه مثلا خليه مثلا عبارة عن سي مثلا 8 ارقام، وبقول لي البليس بتاعتي بعد العلامة العشرية مثلا، بعد رقمين من العلامة العشرية ايا كان، يعني هو عمره ما هيكون اكتر من كده يعني. تمام. طيب قلت له هنا عندي البرايس من نوع ديسمنال عشان يقبل ارقام عشرية، يعني ممكن الكاش بتاعي يكون مثلا 10 جنيه ونص، 12 جنيه، مش عارف وكام، فممكن يكون في ارقام عشرية وارد، لان لو انا عملت له انتجر فهيقبل رقم مش عشري، يعني مثلا 1 2 3 4 12 15 17، لكن ارقام كسر مش هيقبلها معاه. ففي الحاله دي انا بعمله ديسمنال. في حاجه برضو كمان في البي اتش بي برضو اسمها فلوت، برضو بتقدر نفس الغرض برضو، حتى كمان بيلاحظ بيقول لك ايه، بيقول لك السنتكس بتاعتها بتتكتب ازاي، بتعمل كولوم سترينج، بتكتب اسم الكولوم، بعد كده بتعمل التوتال انتجر، بيكون رقم، يعني الرقم بتاعه يكون كام، وعندك هنا الارقام العشوائيه، وبتبقى عامل هنا اساينمنت بوليان ترو او فولس او الكلام ده كله. فاحنا خلينا دايما نشتغل ايه في الديسمنال الافضل. حلو قوي. وبعد كده قلت له انا عندي هيكون عندي حاجة كمان كولوم اسمه ديسكريبشن، هيكون عندي وصف او ملاحظات ايا كان، ممكن نكتبها ديسكريبشن، ممكن نكتبها نوتس، على حسب ما انت عايز. وخليتها من نوع تكست عشان تقبل اكتر من حاجة معينة، ونفس القصة الديفولت بتاعها نالابل، يعني ممكن في وقت من الاوقات ان انا ما ادخلش فيها اي بيانات. حلو. هيكون عندي حاجة تالتة اللي هي من نوع بوليان الستيتس، يعني ايه الستيتس؟ هتكون الحالة بتاعت الكشف ده مفعل او غير مفعل، بمعنى انا لما يجي في وقت من الاوقات مثلا لما الشخص اللي على استقبال هيعمل فاتورة فيها خدمات، طب نفرض مثلا الخدمة دي احنا ما عدناش بنقدمها كمستشفى، يعني مثلا ما عادش عندنا حاجة اسمها كشف استشاري، ما عادش عندنا مثلا كشف اخصائي، هي ما بقتش موجودة خلاص، فانا مش عايز اظهر له خدمات كتير وهي مش موجودة وما عدناش بنشتغل بيها. ففي الحالة ديت لما اجي اظهر الخدمات بتاع الاستقبال انا هقول له هات لي الخدمات المفعلة بس، فبالتالي لو عندي 2 3 مش متفعلين ما يظهروش له خلاص، لكن لو عايز يدخل يعمل ابديت عليهم يعملهم تفعيل ويظهروا معاه كان به. طيب بيقول لي الديفولت بتاعي ايه، بقول له الديفولت بتاعتي 1، يعني في البدايه اول ما تتكري طبيعي الخدمه تبقى مفعله. طيب كلام جميل، ده اول تيبل. طيب التيبل الثاني هيكون فيه ايه، تعال نشوف التيبل الثاني هيكون فيه ايه. طبعا انت حفظت الكلام ده وبقيت محترف فيه خلاص، موضوع الترانسليشن والترجمات. حلو قوي. عملت اي دي، وبعد كده اللوكال بتاعتي خلاص تمام عرفتها، وبعد كده قلت له النيم. النيم هيكون ايه اللي هو هيترجم اسم الخدمه، ما ممكن انا عندي عرب وانجليزي لان انا بشتغل مالتي لانجويج، فطبيعي ان اسم الخدمه يكون بيترجم. حلو قوي. وقلت له من نوع يونيك، يعني ما ينفعش الخدمه تبقى نفس الخدمه، يعني من النهارده عندي كشف استشاري ما ينفعش اضيف خدمه كمان تاني اسمها كشف استشاري، ازاي؟ ما ينفعش. تمام. فقلت له الاسم يونيك يعني ما بيتكررش. كلام جميل. وبعد كده قلت له انا عندي الاي دي واللوكالي من نوع يونيك، برضو نفس القصة. انت تعرف ان انا ممكن اعمل حاجة تالتة، يعني لو انا مش عايز اكتب كلمة يونيك هنا، تعالى برضو يعني برضو انا اعلمك ولك حرية الاختيار. جيت هنا قلت له اني اهو، يبقى انا بالوقتي ريحت دماغي خالص، عندي حاجة اسمها سيرفيس اندرسكور اي دي، وعندي حاجه اسمها لوكالي، وعندي حاجه اسمها نيم، دولت من نوع يونيك كلهم الثلاثه وخلاص، بدل ما اكتب جنب كلمه يونيك هنا واريح دماغي. انا دي لك حريه الاختيار فيها. تمام. بس انا بعرفك اكتر من جزئيه. وبعد كده عملت فورين كي للسيرفيس اي دي، قلت له انت هتعمل ران هتعمل ريفرنس على ايه، على الخدمات. لغايه الان احنا كده تمام. تمام. طيب نيجي هنا بمنتهى البساطه والشطار كده نقول له بسم الله اعمل لي هنا PHP migrate عشان ان هو يبدا ينزل لي الجداول بتاعتي في التيبلز بتاعي. لو عملنا هنا ريفريش اهو نزلت عندي الخدمه الخدمات السيرفيس، ونزل عندي سيرفرز ترانسليشن. تمام. لغايه الان احنا تمام وزي الفل. حلو قوي. ايه اللي بعد كده؟ الله ينور عليك. هنبدا نعمل الموديل بتاعنا اهو، نقفل كل الكلام ده ونيجي على الموديل بتاعنا. خليني بس ايه اقفل اللي انا كنت فاتحه ده عشان ما نتوهش نفسنا.
اول حاجة هعملها هعمل الموديل الاولاني اهو اب موديلز عندي السيرفيس. حلو اوي، تعالى كده زي الشطار نعمل اول موديل عندنا، شيل دي خالص. وبرضو انا شرحت ليك قبل كده موضوع الموديل، اللي انا بقولش موديلز لان في لارافيل 8 هي بتعرف ان كلمه موديلز على طول في فولدر عندي. بقول له بي اتش بي ارتزن ميك اعمل لي موديل اسمه سيرفيس. كلام جميل، ادي اول موديل انشاه ليا. طيب ايه الموديل الثاني يا باشمهندس اللي هنعمله؟ الله ينور عليك، هنعمل الايه السيرفيس ترانسليشن. حلو، كلام جميل لغايه الان، انت كويس وبقيت بالنسبه لك حافظ الحاجات دي. طب بعض الناس باشمهندس انت ليه بتعملها؟ طب ما انا حفظتها وعارفها، لازم اعملها لك. ممكن لو انت تعرفها، الشخص التاني اللي بيسمعني ممكن وارد ان هو ما يعرفهاش وحاسس ان الدنيا صعبه عنده، فالتكرار احيانا بيخليني المعلومه يعني تدخل في دماغك اكتر. لما اعملها مره واثنين وثلاثه واربعه قدامك بالنسبه لك بتبقى حاجه سهله. طيب انا جيت هنا قلت له الاب مودلز، جيت هنا قلت له السيرفيس. طيب ايه اللي هيكون جوه الموديل بتاع السيرفيس؟ تعالى كده ناخد كل الكلام ده ونفهم كل الحاجات دي. اول حاجه بقول له انا عندي ترانسليشن ترانسبيتابل. كلام جميل، قلت له دلوقتي يوز هاز فاكتوري دي بتنزل ديفولت معاه. طيب وقلت له بعد كده انا عندي الاتريبيوت بتاعي اللي هيترجم اللي هو اسمه النيم. كلام جميل، قلت له الفلول بتاعي اللي هيدخل انا عندي برايس وعندي الديسكريبشن وعندي الستاتس. كلام جميل، حلو قوي ده في الايه في السيرفيس. طيب في السيرفيس ترانسليشن كل اللي عليا هيعمل حاجه واحده بس اهي بمنتهى البساطه، مفيش فيها اي مشكله اهو. قلت له انا عندي فيلابل هيدخل عندي اسمه النيم والتايم ستامب اعمل له ترو، اعمل له فولس يعني وقفه لي. ممكن ان انا ما اشيل دي برضو لو انا عايز احط التايم ستامب اهو، انا عايز احط التايم ستامب وقت الترجمه يترجم عادي براحتي على ايا كان يعني حسب ما انا عايز. تمام، حلو قوي، قفل كل الكلام ده. طيب زي الشاطر انت عملت الكلام ده وتمام وزي الفل. طيب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ نمشي كده بمنتهى الخطوات، يعني ناخد خطوه خطوه. هنعمل ايه؟ الراوتس. الله ينور عليك اهو، قفل دي كده. تعالى كده ناخد الراوتس بتاعنا، ادي الراوتس بتاعنا اهو. ادي الراوتس بتاعنا، حلو قوي. الراوتس بتاعنا بقول له ان انا عندي راوت من نوع ريسورس اسمه سيرفيس، تمام، وهتروح على الايه على السيرفيس اللي هي سنجل سيرفيس كنترولر. حلو قوي، انا لسه ما انشاناش الكنترولر ده. حلو، الله ينور عليك، هتاخد ده كوبي زي الشاطر كده وتيجي هنا تطلع فوق خالص وتقول له لو سمحت انا عايزك تنشئ لي الكنترولر ده ومن نوع ريسورس. حلو قوي، حلو قوي، اه بي اتش بي ارتزين، وادخل على الداشبورد واعمل لي حاجه اسمها سنجل سيرفيس كنترولر ونقول له اوكي دايركت على طول. لو جيت هنا قلت له اقف هنا كده هلاقي كلمه امبورت، طبعا هو عمل لي هنا ايه امبورت لو وتمام وزي الفل. حلو قوي، تعالى كده نروح على الكنترولر بتاعنا ونشوف ايه اللي فيه اهو. ادا كنترولر، ادا الداشبورد، هنا السنجل اهو، تمام. خلينا انا ما بحب يعني موضوع الكومنتس ده ما بحبوش، بيكبر الكنترولر على الفاضي اهو. ماشي، بس ايه الكومنتس ديت بحبهاش تبقى موجودة يعني. تمام، حلو قوي. اول حاجة انا عايز هنا على سبيل المثال هروح على الريسورس، هروح على الفيو، هروح على الايه الداشبورد، هروح على اللهم صل على النبي، هروح على اللي اوتس، هروح على المين سايد بار. كلام جميل، ده اللي احنا كنا لغيناه في الاول. لا احنا بقى مش هنلغيه، احنا هنقول له راوت. انت هتروح على راوت، كلام جميل. سألني هتروح على راوت ايه؟ نتأكد احنا مسمين الراوت بتاعنا ايه؟ احنا مسمينه سيرفيس. كلام جميل، روح على راوت اسمه سيرفيس دوت دوت ايه دوت اندكس اهو. كلام جميل، كلام جميل، حلو قوي. المفروض دلوقتي عشان اتاكد ان الدنيا ظابطه معايا وتمام زي الفل، احنا كنا هنا مثلا عايزين نعمل كلمه ايكو اديني طباعه مثلا كده اي حاجه. طيب
وتعالى نعمل هنا ريفريش ونشوف هو هيطبع الحاجه دي لما اضغط على خدمات مفرده ولا لا، عشان بس اتاكد ان الكنترولر بتاعي صح والراوت بتاعي صح وكل حاجه تمام. طيب باشمهندس الحاجات دي سهله وعادي؟ لا مش سهله وعادي، دايما عود نفسك كده، خد الشغل بتاعك دايما خطوات خطوات، اتاكد ان الكنترولر صح، اسم الراوت صحيح، الدنيا صح معاك، عشان تبقى انت عارف بعد كده. تمام، حلو قوي. طيب برضو معلومه النهارده هقولها لك تاني، ممكن لو انا عايز اطبع حاجه في البي اتش بي بدل ما اقول ايكو ممكن اعمل كده كلمه ايه برنت ار، واكتب هنا الجمله بتاعتي واقول له طبع. تعالى كده نعمل هنا ريفريش، المفروض يطبع لي الجمله الجديده اهو، طبعها لي. اذا هنا في الوقت من الاوقات ممكن تستخدم البرنت ار وممكن تستخدم الايكو على ايا كان حسب ما انت عايز. طيب حلو قوي، لغايه الان احنا شطار وتمام وزي الفل. طيب باشمهندس دلوقتي احنا تمام وزي الفل وخلصنا. طيب قفل بقى كنترولر، مش هنشتغل في اي اكواد دلوقتي الا من ايه نظبط الدنيا بتاعتنا الاول بتاعه الريبوزيتوري بتاعنا. حلو قوي، اول حاجه هنعملها ايه؟ هنروح على الاب، هنروح على الانترفيس، جوه الانترفيس اهوت احنا شغالين بالديزاين باترن. هنفتح فولدر، تعالى مثلا نسميه اهو، نسمي الفولدر بتاعنا ده على سبيل المثال، تعالى هنا نيو دايركتوري عشان نقول له السيرفيس، لان ان شاء الله قدام هنحط فيه كل السيرفيس بتاعتنا، هنحط فيه السيرفيس بتاعتنا كلها اللي هي الخدمات المجمعه مش عارف ايه الكلام ده كله. تمام حلو قوي. طيب بعد ما نعمل سيرفيس هنعمل حاجه بقى النهارده مختلفه شويه. لما كنا بنكريت انترفيس كنا بنتعب شويه في موضوع الانترفيس، وبعض الناس كانت تتضايق من كلمه الانترفيس مش عارفاها. طيب حلو قوي، انت كان المفروض هنا تروح عامل بتيجي تقول له نيو، وكنت بتعمل بي اتش بي وتكتب اسم الصفحه وتبدا تعمل كلمه انترفيس. طيب في من المميزات برضو الكويسه جوه البي اتش بي ستورم ان هو ممكن يعمل لي الانترفيس نفسه. طيب باشمهندس انت ما كنتش بتعرفنا الحاجات دي ليه؟ ما ينفعش ان انا اعرفك الحاجات الجاهزه الاول، لازم اعرفك الحاجات المانوال الاول عشان تبقى انت عارفها وبعد كده بشتغل بالجاهز. طيب كل اللي عليا هاجي هنا اقول له نيو، بدل ما اقول له فايل هقول له بي اتش بي كلاس. حلو قوي، بيسالني بي اتش بي كلاس، هكتب اسم الانترفيس بتاعي، كتبته عادي خالص. هتلاقي هنا حاجه مكتوبه حاجه اسمها ايه؟ تمبلت، صح؟ بيسالك ده انت عايز ان انا لما كريت لك كلاس ولا كريت لك انترفيس ولا كريت لك تريت؟ ايه ده يا باشمهندس؟ هو بيعمل ليا تريت؟ اه يعمل لك تريت كمان. طيب فانا بقول له دلوقتي ايه؟ لا دي حاجه اسمها ايه؟ انترفيس. كلام جميل، قلت له موافق. لاحظ على طول راح مزود لي هنا الانترفيس وراح مسميها لي الاسم بتاعها وتمام وزي الفل. حلو قوي، لغايه الان احنا تمام وزي الفل. ركز في حاجه، ايه هي؟ تعالى كده في الانترفيس ايه اللي هيكون موجود عندنا هنا في الانترفيس، ركز بقى عشان تعرف قد ايه بي اتش بي ستورم محرر اكواد ذكي جدا في بيئه العمل بتاعه بي اتش بي او لارافيل بالتحديد. انا هنا قلت له في الانترفيس بتاعي هيكون عندي الاندكس، وهيكون عندي الستور، وهيكون عندي الابديت، وهيكون عندي ديستروي. انا حطيتهم فين؟ في الانترفيس. كلام جميل، قفل دي كده خالص واقفلها، وتروح تعالى هنا على الريبوزيتوري بتاعنا. كلام جميل، احنا الاول هنيجي هنا ناخد اسم السيرفيس بتاعتنا، هنروح على الريبوزيتوري نكريت فولدر تاني، فولدر عادي اهوت نسميه سيرفيس. كلام جميل، وندخل جواه. ركز بقى هنا في الجزئيه دي، برضه انت كنت بتتعب في عمليه الامبلمنت صح؟ كنت بتتعب تعب شديد جدا عشان تعمل الجزئيه دي. لا انا هريحك في البي اتش بي ستورم، اقف على السيرفيس قول له نيو، وهتقول له ايه؟ كلاس. حلو قوي، واجي هنا زي الشاطر اقول له سنجل سيرفيس ريبوزيتوري. كلام جميل، قلت له ده من نوع ايه؟ من نوع كلاس. حلو قوي، كلام جميل. بيقول لي هنا ايه؟ ركز، امبلمنتس، انت عايز تعمل امبلمنت لمين؟ قلت له تعالى اقف ركز هنا كده ايه اللي حصل. عندي في حاجه اسمها ايه؟ سنجل سيرفيس امبلمنتس. قلت له لو سمحت انا عايزك تعمل لي امبلمنتس ليها. ركز ايه اللي حصل، انت كنت بتتعب عشان تعمل الكلاس بتاع السيرفيس وبعد كده تقول له امبلمنتس، لو سمحت انا عايزك تعمل لي امبلمنتس لايه؟ للسنجل ريبوزيتوري مش عارف ايه، وتقول له امبلمنتس للكذا. اهو هو عملها لك، اهو جهزها لك، هو الراجل جهزها لك كلها جاهزه. هو خد اللي في الانترفيس اللي موجود هنا اهو دول صح؟ اه عمل لك امبلمنت فوق للانترفيس وجاب لك كل الفانكشن اللي تتعلق بالانترفيس، يعني الراجل كده عامل معاك الصح وزياده. حلو قوي، لغايه الان احنا تمام وشطار وزي الفل.
طيب اول حاجه هنبدا فيها ان احنا هنبدا في عمليه الاندكس. كلام جميل. طيب نسينا حاجه مهمه جدا، اوعى في يوم من الايام تنساها. احنا لما عملنا الريبوزيتوري وعملنا كل حاجه نعمل حاجه تانية. ايه هي؟ تعالى نروح على الريبوزيتوري ونبدا نعمل ايه؟ الله ينور عليك، نعمل ريجستر للكلام ده كله. باشمهندس نعم، انا حاسس ان الامور صعبه قوي في الديزاين باترن، وبصراحه معقده قوي، وحاسس ان الدنيا مش حلوه فيها، وبنعمل هنا حاجه ونقعد نكتب هنا حاجه. لا انا كنت في الكنترولر بشتغل على طول، وكانت بيبقى معايا زي الفل. خلاص اشتغل من الكنترولر، انا بقول لك اشتغل من الكنترولر، بس ان شاء الله بعدين لما تيجي في يوم من الايام تشتغل على بروجكت كبير هتعرف قد ايه اهميه الديزاين باترن قدام. تمام. طيب انا جيت هنا دلوقتي عملت الامبورت بتاعي، وعملت الامبورت للريبوزيتوري بتاعي عشان تبقى الامور كلها تمام، وجيت هنا قلت له لو سمحت انا عايزك تعمل لي امبورت للكلام ده كله. طبعا انت بالنسبه لك بقيت خلاص الانترفيس دي انا ما عدتش احتاجها خالص، انا كل شغلتي هنا. حلو قوي، لغايه الان احنا تمام وزي الفل. طيب تعالى كده اول حاجه ناخد الايه، الاندكس. ادي اول حاجه في الاندكس بتاعنا. ما انساش ان انا اعمل ايه، امبورت للسيرفيس. انا عملت سيرفيس وقلت له روح على السيرفيس قول لو سمحت ريتيرن فيو، لو سمحت انت هترجع على داشبورد على السيرفيس هتلاقي عندك حاجه اسمها سنجل سيرفيس دوت اندكس، ادخل جواه. طيب تعالى زي الشاطر كده بمنتهى السهوله والسرعه ناخد كل الصفحات اللي انا عملتها ونشرحها واحده واحده. ادي مشاريعي، ندخل على البرايفت نقول له داشبورد، هنا داشبورد عندي حاجه اسمها السيرفيس، خدها كده كوبي وروح هنا في المشروع بتاعنا داشبورد، هتلاقي عندك حاجه هنا اسمها سيرفيس، حط لي دي. هتلاقي في عندك حاجه اسمها سيرفيس جواها سنجل سيرفيس اللي هي الخدمه مفرده، ودي عمليه تنظيميه ان انا بحط بعد كده هحط الخدمه المجمعه كذا كذا يبقى جواه السيرفيس. يعني ما ادخل جواها كده يجيب لي كل البيانات السيرفيس، ادخل جوا السيرفيس يجيب لي الاندكس والايديت والابديت والديليت. حلو قوي، لغايه الان احنا تمام وزي الفل. هنا بيقول له ايه، بقول له هتروح على الداشبورد، هتروح على فولدر اسمه سيرفيس، هتلاقي في فولدر ثاني اسمه سنجل سيرفيس، ادخل جوا الاندكس بتاعته. حلو قوي، لغايه الان احنا تمام وزي الفل. طيب لو احنا جينا نعمل هنا ريفرش ما بيرجعش على حاجه يا باشمهندس. ما انت هقول لك على حاجه ايه، ما انت ما ناديتش اصلا على الكلام ده في الكنترولر. حلو، الله ينور عليك، اهو روحنا على السيرفيس كنترولر. طيب كلام جميل، قبل ما نندع على السيرفيس ما مش احنا مش هنحس بديزاين باترن. ليه مش هنحس بديزاين باترن؟ لان المفروض نعمله ايه، الله ينور عليك، الكونستراكت، عشان ان انا ابدا ادخل الكلام ده كله في السيرفيس بتاعتي والخدمات بتاعتي. حلو قوي، تعالى ناخد الجزئيه دي، وانت بقيت محترف فيها خلاص. عملت برايفت ان هو ما ينفعش ينادي على الحاجه دي غير جوه السيستم، بس احيانا في وقت من الاوقات ممكن انا احتاج الحاجه ديت في وقت من الاوقات في كنترولر تاني، ففي الحاله دي بدل ما اعمل كلمه برايفت بعمل ايه، بعمل بابليك. لكن هنا انا بقول له برايفت، انا مش هندع على الحاجه ديت المتغير ده غير في الكنترولر اللي انا واقف فيه بس. وقلت له دلوقتي بابليك فانكشن كونستراكت بتاعي، لو سمحت انا هتروح على الانترفيس بتاعتي اعمل لها ايه، امبلمنت جوه جوه الكنترولر بتاعي. حلو قوي، وجيت هنا قلت له this service single service هيساوي ايه المتغير. حلو قوي، وجيت هنا قلت له ايه، قلت له this، كلام جميل، سألني this ايه، قلت له single service، كلام جميل، بيسألني بيقول لي انت عايز فيه، قلت له انا عايز الاندكس اللي جواها. حلو قوي كده، دلوقتي بمنتهى السهولة لو جينا نعمل هنا refresh هيرجع معايا على الصفحة. تعالى كده نرجع هنا، اعمل هنا ريفرش كده، واجي هنا اقول له الخدمات. طيب ما رجعش معايا على الصفحه ليه، نتاكد واحده واحده، خلينا نفهم ايه اللي حصل. احنا هنا عملنا امبورت، طيب نعمل هنا ريفرش ونتأكد ليه هو ما ندهش على الكنترولر بتاعنا، مش حاسس بالحاجة دي. يعني إذن دلوقتي هو مبدئيا مش حاسس بالجزئية دي خالص، يعني جزئية الاندكس دي هو مش حاسس بيها. ليه مش حاسس بيها؟ تعال نشوف كده الأول، نروح كده واحدة واحدة إن نشوف الكنترولر. نروح هنا على الفيو، نروح على اللي اوتس،
نتأكد ايه المشكلة هنا. انا بقول له هنا service.index، كلام جميل. نتأكد بس من اسم الراوت بتاعنا. نروح نتأكد من الراوت بتاعنا اسمه مظبوط ولا لا. اسمه سيرفيس، كلام جميل. طب تعالى كده ناخد الاسم ده، ممكن وارد يكون اسمه مختلف، هو نفس الاسم. حلو قوي. اذا دلوقتي هو مش حاسس بالفيو بتاعتي، هو مش حاف يعني الراوت بتاعي هو مش حاسس بيه. لو جينا نعمل هنا ريفريش هو مش حاسس باي راوت هنا خالص. طيب لو انا جيت عشان احل الكلام ده كله، ممكن ان انا اجي في جوجل واقوله هنا لو سمحت كلير كاش، برضو دي اكواد موجوده المفروض تكون انت عارفها. طيب باشمهندس انت بتحفظها ليه؟ ما انا واحد من الناس ما بحفظهاش، يعني مش هتفرق عندي ان انا احفظها اصلا، كده كده اوريدي الاكواد دي موجوده عندي. طيب هلاقي عندي من ضمن الاكواد ديت عندي حاجه اسمها كلير للراوت. انا بقول له لو سمحت اعمل لي كلير الراوت كده نشوف جايز هو محتفظ بالراوت الاولاني، ونعمل هنا ريفريش. ماشي، مش حافظ بالراوت. حاضر، نروح عاملين كلير لحاجة تانية اسمها الفيو. اهو كلير كاش، لو سمحت انا عايزك تعمل لي كلير كاش للفيو عشان بس ايه نشوف ان هو هيبدأ يحس بالجزئيات الجديدة ولا لأ. برضو مش عايز يحس بيها، غريبة. طيب نتأكد بس لأن احنا أحيانا ممكن يكون نسينا حاجة. انا عرفت انا نسيت ايه. تعالى، والخطأ اللي دايما كنت احذركم منه وفعلا انا وقعت فيه، انت هنا قلت له this service single server صح؟ شايف الكلمة ده هي ممكن توديك في داهية في وقت من الاوقات، الكلمة ده هي توديك في داهية return بس. فمعلش دي جل من لا يسهو زي ما بيقولوا، اهو ان انا بقوله ريتيرن ارجع لي على الحاجة معينة، فهو ما رجعش، هو مش فاهم، مش عارف الفانكشن ولا عارف يعمل اي حاجة لان انا ما قلتلوش ريتيرن ابدأ ارجع بيها. تمام، انا ناديت عليها بس ما رجعتهاش. حلو قوي. طبعا هنا دلوقتي هو مش شايف الخدمات بتاعتي او مش شايف الترانسليشن، فبمنتهى السهولة كده اروح كده على الترانسليشن بتاعي. خلينا ناخد بس الترجمات. عشان تبقى الأمور كلها تمام، نروح هنا على الهوسبيتال، نروح هنا على الريسورس لانجويج الاي ار، ريسورس لانجويج اي ار، عندي حاجة اسمها سيرفيس. تمام، وروح على الانجليش عندي حاجة اسمها سيرفيس. ده طبعا كل ده ملف الترجمات، يعني انت بالنسبة لك خلاص ملف الترجمات ده انت خلاص فهمته وبقيت شارب الموضوع كله خلاص. انا عندي هنا حاجة اسمها اضافة خدمة، عندي حاجة اسمها الاسم، سعر الخدمة، الحالة، ملاحظات، تاريخ الاضافة والعملية. حلوة، انا ما عنديش اي خدمات خالص موجودة، انا عايز لما اضغط هنا هينزل لي بمتولة فيها الاسم وسعر الخدمة وفيها الملاحظات. حلو قوي. جت منين الكلام ده كله؟ اهو قفل ده كده. انا عندي دلوقتي لما انا جيت عملت ريسورس فيو داشبورد، عندي سيرفيس سنجل سيرفيس جواها ايه ابديت وانسرت وديليت، وانت خلاص بقيت متمكن من الحاجات ديت وبقيت عارف المدولة تنزل ازاي والكلام ده كله. حلو قوي. طيب اول حاجه انا هنا تعال نروح على الاد. الاد هتروح فين؟ هتروح على حاجه اسمها سيرفيس دوت ستور، كلام جميل. حلو قوي، يعني هي هتدخل هنا، هتدخل هنا، كلام جميل. لغايه الان احنا تمام وزي الفل. تعال ناخد الستور بتاعنا، نروح على الاب، على الريبوزيتوري سيرفيس سنجل سيرفيس. طيب هذا الستور بتاعنا اهو تراي وكاتش. اهم حاجه تراي وكاتش دولت دايما خليهم بعين الاعتبار زي ما بيقولوا، موجودين موجودين معاك بشكل مستمر. انا هنا دلوقتي حطيت قلت له نيو سيرفيس، هتحط لي السعر وبعد كده الديسكريبشن وبعد كده الاستيتس خليه لي بواحد اول ما يتكريت، وبعد كده سيف، وبعد ما تسيف اعمل لي الترانسليشن بتاعي، وبعد كده ارجع لي برساله اد وادخل على على السيرفيس دوت اندكس. كلام جميل لغايه الان تمام زي الفل. حلو قوي. نروح هنا على الكنترولر بتاعنا بمنتهى السهوله، امسح كريت انا كده كده ما بحتاجوش. قلت له ايه؟ ما تنساش كلمة ريتيرن اللي دايما ممكن بنقع فيها كتير ونقعد نلف حوالين نفسنا. اهو قلت له سنجل
قلت له هنا ستور، سألني هتاخد الريكوست. حلو قوي. قبل اي حاجة، عشان برضو بعض الناس كلمتني: يا باشمهندس انت ليه ما بتهتمش بموضوع الفاليديشن؟ حاضر، مش هزعلكم. هاجي هنا اقول له اب، او ممكن على السريع اهوت عشان ايه اختصر بس الكلام. قلت له هنا اب اتش تي تي بي ريكويست، عندي حاجة اسمها ستور سيرفيس اهوت، انا عملتها لك، ما تزعلش نفسك. ادي الاب، ادي الاتش تي تي بي، ادي الريكويست بتاعي. قلت له هنا انا عايزك تعمل لي الريكويست ده، وهنقل لك برضو الريكويست بتاع السكشن الدكتور، انا ما كنتش نقلتهم قبل كده، نقلتهم لك قط عشان لو عايز تستخدمهم تستخدمه. حلو قوي، لغايه الان احنا تمام وزي الفل اهو. وهاخد ده وانده عليها، تعال هاجي هند عليه فين؟ الله ينور عليك، هند عليه في الكنترولر اهو. قلت له هنا انا عندي ريكويست، قلت له امبورت ريكويست اهو، امبورت ريكويست. طب تعال نشوف الريكويست ده اصلا ايه اللي فيه الفاليديشن. الفاليديشن بتاع الستور سنجل سيرفيس اهو عباره عن ايه؟ بقول له النيم ريكوايرد يونيك وما يتكررش في جدول الترانسليشن. ذيس اي دي عشان في وقت من الاوقات لو عايز اعدل على الاسم بنفس اسمه يقبل معايا، غير كده ما يقبلش. حلو، قلت له برايس هيكون من نوع نيموريك ويبقى required، وعملت هنا الفاليديشن بتاعت الترجمه بتاعت. طيب حلو قوي، تعالى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم وما ندخلش اي بيانات خالص، ونشوف هل فعلا الفاليديشن بتاعنا هيسمع معانا او لا. انا ما ندخلش اي بيانات اهوت، اشتغل معايا الفاليديشن بس ناقص معايا الترجمه. بيقول فاليديشن دوت required مش موجود، فاليديشن دوت نمرك مش موجود، فاليديشن دوت required مش موجود. حاضر، ما فيش اي مشكله، انا مش هزعلك. ادي البروجكت بتاعي البرايفت، هنيجي هنا على الريسورس، على اللانجويج، على الاي ار، هلاقي عندي حاجه اسمها فاليديشن صح. طيب التحقق دي، تعالى كده هنا الاي ار، حط لي الفاليديشن بتاعي هنا، ادي الفاليديشن بتاعي. تعالى نعمل ريفرش، خلينا نقول اضافه خدمه ومش هنضيف اي حاجه فيها. المفروض الفاليديشن بتاعي يطلع بترجمتها، تمام. حلو، قال لي النيم هذا الحقل مطلوب، البرايز لازم يكون رقم، وبعد كده لازم يكون موجود. حلو قوي، اول حاجه هضيف ايه؟ هقول له هنا كشف اخصائي مثلا على سبيل المثال، السعر بتاع الكشف ده 100 جنيه مثلا، ولو عايز احط ملاحظات لا توجد، لا يوجد ملاحظات ايا كان، بس انا عايز اشوف بس التلاتة انبوتس هيسمعوا معايا ولا لا. وبعد كده قلت له تاكيد، ضيف لي الخدمه بتاعتي. طيب بيقول لي ايه؟ ركزنا او نركز في حاجه، بيقول لي ان في عندك insert into، في عندك في الاي دي، في عندك كولوم اسمه ابديت. طيب ماشي، حاضر، ما فيش مشكله. يبقى احنا نريح نفسنا من حاجه معينه كانت بتحصل معانا. ايه هي؟ هقول لك اهيت، انا عارف المشكله دي حصلت ليه. هنروح على المودلز، هنروح على السيرفرز ترانسليشن، معلش رجع لي الكود بتاعي بتاع التايم ستامب عشان هو عايز ابديت وهيخش لي في مويل يعني، تمام. فانا ريحت دماغي خالص وقلت له ماشي يا عم، وقف لي التايم ستامب، اعتبر ان هي مش موجوده. ضاف الايه؟ الحاجه بتاعتي اهيت، بس طبعا ما ضافش الاسم بتاعها. فخلينا نضيف مثلا كشف اخصائي 100 واي بيانات، حلو. باشمهندس انت عامل الاسم ما يتكررش وانت ضفت كلمه اخصائي مرتين، لان انا فوق هو ما خدش الاسم في الاول لما كان حصل مشكله. طيب الوقت دي الخطوه الاولى. طيب الخطوه الثانيه اللي انا عايز اعمل تعديل عليها، هقف بمنتهى السهوله، اول ما اضغط على الاسم هنا ينزل لي بياناته، قال لي كشف اخصائي وسعر الخدمه والحاله بتاعته مفعل او غير مفعل. طيب كلام جميل، تعالى كده نشوف، اقفل كل الكلام ده، ادي الاد خلاص. ندخل على الايه؟ ريسورس، نروح على الفيو، على الداشبورد، على السيرفيس، هنلاقي فيه الايديت. قلت له الايديت هتروح عليه، هتروح على السيرفيس ابديت. كلام جميل، وعملت له النيم يساوي النيم والايميل يساوي الايميل، الاسم يساوي الاسم والبرايز، وخدت معايا الباس اللي هو الاي دي هيدن، وانت خلاص بالنسبه لك بقيت حاجات انت متمكن منها خلاص. طيب كل اللي عليا ان انا عايز انده على الابديت. طيب الشو والايديت ده انا ما بستخدموش، حلو قوي، والاي دي ما بستخدموش، انا كده كده بشتغل بالهيدن. حلو قوي، هروح على الريبوزيتوري بتاعي، ايه اللي موجود في الابديت عندي هنا؟
في الانترفيس بتاعي. تعالى كده ناخد كود الابديت على السريع، هو نفس كود الانسيرت، مفيش فيه اختلاف، بس الفكره بين الابديت والانسيرت في لارافيل، بدل ما بقول له هنا بقول له نيو سيرفيس، لا هنا بقول له فايند اور فيل، لو سمحت هات لي الحاجه ديت بالاي دي بتاعي، وبعد كده عدل لي اللي هيجي لك، عدل لي الستيتس اللي جاي من الستيتس، لان انا وارد ان انا اوقف التفعيل بتاعي. حلو قوي. وبعد كده اعمل لي الانسيرت بتاع اللي هي الترانسليشن، وبعد كده ارجع لي برساله الايديت. حلو قوي. تعالى كده نعمل هنا ريفريش ونقول له تعالى نعدل الجزئيه ديت، كشف اخصائي ديت خليها لي الخدمه بتاعتي ب 250 جنيه والحاله بتاعتها غير مفعله مثلا، وشيل لي الكلام ده كله لما اشوف فعلا هو هيقبل التعديل ولا لا. طيب حلو. هنا ما قبلش التعديل ليه؟ طيب حلو زي الشاطر، عشان احنا هنا ما ندهناش لسه على الداله بتاعتنا، الفانكشن بتاعنا، اسف، ما دهناش عليه. قلنا له ايه؟ قلنا له this single. طيب باشمهندس انا حاسس في الفيديو ان انت بتمشي بسرعه عن المرات اللي فاتت، لان خلاص انا بالنسبه لي يعني خلاص انت الحاجات دي بقيت يعني ابديت انسيرتد ليت، بقيت متمكن منها، فيعني اختصارا للوقت ان احنا يعني ننجز يعني في عمليه الفيديوهات يعني عشان ما نطولهاش على الناس اكتر من الاول. طيب هنا دلوقتي قال لي كشف اخصائي 250 جنيه غير مفعل. طيب هنا جيت هنا عدلت ده، قلت له كشف استشاري، وقلت له لو سمحت انا عايزك تعمل لي تعديل عليها اهوت، اعمل لي ابديت عليه، اعمل لي كشف استشاري وتمام وفعل. طيب حلو. لو انا جيت نقلت انجليش، تعالى كده انا جيت نقلت انجليش، كلام جميل، هلاقي الاسمين مش موجودين ليه؟ لان لسه ما ترجمتهمش من الانجليزي. طيب انا جيت وقفت على ده، قلت له بالانجليزي اسمه كذا 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 اهو، مثلا اهو بالانجليش اسمه كذا 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 مثلا، سي مثلا، وعملت هنا انسيرت اهو دايركت على طول، هيبقى بالانجليش نزل لي من هنا. لو انا نقلت السيستم بتاعي للعربي هيظهر معايا اسم الخدمه باللغه العربيه، نقلت بالانجليش هيظهر معايا بالانجليش. طيب الخطوه الثالثه والاخيره اللي هي انا عايز اعمل ديليت، عايز اقف على الحاجه ديت، هتنزل لي رساله يقول لي هل انت متاكد من حذف، من عمليه الحذف وحذف خدمه، وجاب لي اسم الحاجه اللي انا هحذفها، يعني عشان ايه لما تيجي في وقت ما تقف على حاجه وتحذفها تبقى انت عارف هتحذف ايه اللي هتحذفه. كلام جميل. طيب قفل الايديت دي ونروح على الديليت. الديليت ده هيروح فين؟ هيروح على السيرفيس دوت ديستروي. كلام جميل، يعني هيروح على هنا. طيب ايه الكود اللي هنا في الديستروي بتاعي؟ ثلاث سطور. قلت له سيرفيس ديستروي، هيجي لك الريكوست اللي جاي لك من الاي دي. فين الريكوست اللي جاي لك من الاي دي؟ اهو انا عامل له هيدن، ده الاي دي، لو سمحت احذفه. كلام جميل، كلام جميل. تعال هنا كده نرجع على ريتيرن، نقول له this، نقول له سنجل، ونقول له هنا ديستروي. حلو قوي. طبعا هنا مش موجود عندي ريكوست، حاضر مفيش مشكله، هدي له الريكوست ده واقول له انك هتاخد الريكوست اللي جاي لك هنا. طيب حلو. ما انساش ان انا في الابديت كمان اعمل الفاليديشن عندي هنا في الابديت، ان انا يبقى عندي في التعديل والاضافه. حلو قوي. واجي هنا اقول له بسم الله، تعالى كده لو جينا روحنا قلنا له عايزين نحذف دي، سالني هل انت متاكد من حذف كشف اخصائي؟ قلت له ايوه انا متاكد، احذفه لي دايركت على طول، هيحذفه لي ويقول لي تم عمليه الحذف بنجاح اهوت، وحذف لي الخدمه بتاعتي. ده فكره الابديت والانسيرت والديليت. ان شاء الله باذن الله في الدرس الجاي هنبدا نشتغل على التابه بتاعه مجموعه خدمات، وزي ما انا شرحتها في اول الفيديو هتكون عباره عن ايه. اتمنى يا رب يكون الدرس عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.